أنا وأنت لاحتلال الغاشم معاذ، أعلم أن هذا لم يكن ليحدث لولا أن كتبه الله عليك، فاصبر واحتسب وسيعوضك الله خيرا. تعاني، قد تعاني من الصداع أياما، وستخطئ صب الشاي في كاسات، وستكون أكثر حذرا في مشيك وقيادتك للسيارة، فستلتفت إلى اليسار أكثر ثم تعود أقوى، وستمارس مهنتك بالتأكيد بكشف جرائم هذا الكيان الزائل. نذهب مباشرة إلى من كتب هذه الكلمات وفي نفس الخندق مع معاذ عمرنا، سيد عمر عقل، طبيب مقيم أطفال في مشفى المحتسب في الخليل. أسعدت صباحا دكتور عمر. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أولا سلمت يمناك على هذه الكتابة بصراحة وهذه الكلمات الرائعة والجميلة، لربما من أصدق العبارات التي كتبت، ليست مواساة وإنما بصراحة في سبيل الحديث أننا يعني في نفس الحادثة وفي نفس العطاء ولن نتوقف والهمم عالية إن شاء الله. اليوم ماذا تقول لمعاذ سيد عمر؟ وقبل أن توجه الكلمة لمعاذ، أنت في البداية ما الموقف الذي تعرضت إليه لتفقد أنت أيضا أحد عينيك في أو من خلال أداء عملك؟ طبعا في البداية أنا اسمي عمر وجيه عقل، طبيب في وزارة الصحة، أعمل حاليا طبيب مقيم أطفال في مستشفى المحتسب في مدينة الخليل. في عام 2015 في شهر تشرين الأول أكتوبر، في 9 بالضبط في يوم 9 الشهر، تعرضت لإصابة في عيني اليسرى أثناء دوامي في مستشفى الخليل الحكومي، حيث كنت أحاول مساعدة الجرحى في منطقة قريبة من المستشفى للمواجهات، وأصبت بإصابة مباشرة في عيني اليسرى، فقط على إثرها النظر في العين اليسرى بشكل كامل. نعم، ألف سلامة. يعني بعد هذه الإصابة لربما البعض يتساءل، هل سيعود هذا الإنسان للعمل؟ هل سيعيش حياة طبيعية؟ ما الذي سيتعرض له؟ ما الذي سيضايقه؟ ما الذي سيزعجه سيؤلمه؟ يعني كل هذه الحالة الشعورية كيف عشتها وكيف تخطيتها سيد عمر؟ بالطبع أكيد كانت هناك تساؤلات كثيرة، هل أنا بعد ما فقدت عيني هل سأستطيع أن أكمل مهنتي؟ هل سأستطيع أن أقرأ مثلا في الكتب التي كنت أقرأها؟ هل سأستطيع أمارس حياتي بشكل طبيعي؟ هل ستكون هناك تأثير كبير؟ صراحة هذه الأسئلة لم أعرف إجابتها إلا بعد أن جربت، والحمد لله كانت الأمور طيبة. حاولت بعدها العودة إلى العمل بعد أسبوع من الحادثة، كنت في المستشفى أمارس عملي ودوامي، وايضا كنت احاول، يعني كانت هناك بعض الامور البسيطه التي يمكن التعود عليها والتكيف، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بان يعوض الانسان بخير ما فقد، فان كان هناك فقد في جانب معين يعوضه بجانب اخر. كان التكيف سريعا والحمد لله، وكنت استطيع ممارسه حياتي بشكل طبيعي جدا بعد يعني تعدد اخطاء بسيطه في تقدير المسافات ربما، او تقدير الحيز الذي أنت فيه، خصوصا أنك الآن بعين واحدة، فزاوية الرؤية شوي تختلف عن الذين يعني يرون بعينين اثنتين. والحمد لله الأمور مضت على خير، وطبعا الإنسان يحمد الله أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا تقدير من الله قد كتب عليه في القديم. وأنه هو كإنسان مطالب به أن يصبر على ما أصابه وأن يستمر في أداء عمله. والحمد لله يعني الواحد إنسان الذي يصيبه مصيبة ينظر إلى ما هو أعلى منه ويقول الحمد لله. هناك إنسان بعض الناس يرون بالكامل وأيضا يمارسون حياتهم، فهؤلاء ربما نقتدي بهم ونتأسى بهم، فيكون الذي يصيبنا الذي أصابنا أقل بكثير من غيرنا، والحمد لله. دائما وأبدا نقول هنالك من يفقد البصر لكن لديه البصيرة، وأنتم نور لنا جميعا ببصيرتكم وبهذا الإيمان وبهذا العطاء. يعني عمر اليوم معاذ سيبدأ العيش بإنجاز التعبير بهذا الألم، مع بعض المعاناة، مع بعض التغييرات التي ذكرتها، وبالتالي يعني له ولكل المستمعين ما الرسالة التي توجهها له، وخاصة نحن في سبيل أن بصراحة نركز على ضرورة استمراريته في العطاء وفي عمله، خاصة أن معاذ مصور وبالتالي
لربما يعني الوضع ليس بالسهل ولكنه السهل الممتنع، إذا ما تدرب وإذا ما حاول وإذا ما اعتاد الوضع سيتجاوزه بالتأكيد كما أنت فعلت، وكل التحدي لك على نجاحك واستمراريتك. طبعا رسالتي لمعاذ، أولا أتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أحضان أهله وزملائه وأصدقائه وإلى مهنته بإذن الله في أقرب وقت وحين. يا معاذ، يعني أكرر ما قلت له بأن هذا تقدير من الله، والذي حدث حدث، أما الآن في الخطوة الثانية هو خطوة التحدي ومواصلة مهنتك، خصوصا أن مهنته كما تعلمين الصحافة، فهي هي تكشف مثل هذه الجرائم وهي توثقها، فكان توثيقه للجريمة ربما دفع ثمنها اليوم بأن كان هو مستهدف. يجب أن يمضي في هذا المجال، يجب أن يكشف أكثر جرائم الاحتلال، يجب أن يتحدى الاحتلال، وانتصاره الشخصي على الاحتلال هو بعودته إلى كاميرته، فهذا بحد ذاته انتصار. الذي استهدف معاذ كان هدفه أن يوقف معاذ عن عمله، كان هدفه أن يسكت هذه الأصوات التي تكشفه، أن يطفئ هذه الكاميرات، وبإذن الله سيعود معاذ وسيكشف جرائم الاحتلال بشكل أكبر، وستكون هذه دافعا له للمضي قدما. رسالتي للناس بشكل عام، نعم، طبعا الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي تضامن بشكل كبير مع هذا الشخص. الألم الجسدي يدوم لساعة أيام، لكن الألم النفسي هو الذي يكون بشكل أكبر، والألم النفسي نتجاوزه جميعا بالالتفاف الكبير، بالالتفاف التام من الأسرة إلى الأصدقاء إلى الزملاء إلى الشعب جميعا. الكل تعاطف مع معاذ، الكل يعني أيد وتضامن معه، وهذا بحد ذاته أقول أنا عن معاذ بأنه كان كافيا وبزيادة لأن يرجع أقوى من ذي قبل إن شاء الله، وأن يمارس عمله إن شاء الله. وهذا ما نأمل بالتأكيد من خلال هذه النفسية الرائعة التي تتحدث بها الدكتور عمر عقل، مقيم أطفال في مشفى المحتسب في الخليل. كل الشكر لك على هذه الكلمات الطيبة والمحفزة بصراحة، وكل السلامة لك ولأيضا الزميل الصحفي معاذ عمرنا. نواصل